السلام عليكم الخوت، غادي نشوفوا دابا الحاله ديال الطريق السريع الحضاري كي دايره من بعد ما صورنا لكم طريق المداري الشمالي الشرقي. وبالنسبه للطريق السريع الحضاري راه نورمالمون حسب تصريحات ديال المسؤولين على هذا المشروع هذا، يعني الطريق السريع الحضاري لان لاسيستونس تكنيك اللي هي المساعدة التقنية راه كلفات 17.9 مليون درهم. الطريق السريع الحضري راه كيمتد من مطار المسيرة حتى الميناء أكادير على واحد المسافة ديال 20 كيلومتر، حسب التصريحات ديال المسؤولين بأن هذا المقطع الطرقي العام ديال لافو إكسبريس إيربين راه خص يكون فيه 11 ممر تحت أرضي. لحد الآن راه دارو غير جوج ديال الممرات تحت أرضية. كما كتشوفو معايا هنا الحالة الكارثية ديال هاد الطريق، هادي مغاديش نصورو الطريق كاملة، نصورو غير جزء منها باش تشوفو الحالة ديال الطريق. هاد المضارة، هادي المضارة الخوت اللي كتحتاج حتى هي الممر تحت أرضي. هاد المضارة هادي اللي مقابلة مع كارفور، مقابلة مع لابيلفي ومع مجموعة من المحلات التجارية بحال ماروا بحال اديداس كولينز ال سي واي كي كي ديكاتلون. هادا راه مركب تجاري مهم في مدينة أكادير. الكارثية ديال هاد المضارة هادي في انتظار إعادة تهيئة وتوسعات طريق الحضاري السريع وبناء ممرات تحت أرضية. هنا الخوت راه كاينين مجموعة من المحلات التجارية على اليمين وعلى اليسار، كاينين محطات ديال البنزين. كاينه بترومين اويلز، كاينه المحطه ديال التوطان. هاد الحي هذا راه معروف هو حي تيليلا، الا درت على اليمين كنلقى حي تيليلا، درت على اليسار كاين الحي الصناعي. كما كتعرفوا هاد الطريق هادي راه اهم طريق في مدينة اكادير، انها كتربطنا ما بين المطار ديال المسيرة كتجي حتى المرسى ديال اكادير ورا ورا نبي، كدوز على تيكيوين وكدوز على اهم احياء بالمدينه اللي هي تيليلا ادرار داخله القدس حي محمدي يليخ ليزاميكال حتى توصل شارع جيش ملكي حتى توصل باش كيقولوا لي. نشوفوا معايا هاد المضارة هادي جوابا على ترونز.
زيتك اللي قالت بان راه ما كاينش الجدوى ديال سميتو. احنا دابا يلاه العشر خمس هادي نشوف شحال غادي نوقفو هنا، مع العلم ان هادي راه ماشي وقت ديروه، وقت ديروه هنا راه الانسان راه كيستغرق وقت اللي هو كبير، مع العلم ان هنا راه كيتواجد دائما كيتواجد شرطي ديال المرور من اجل تخفيف من عدة السير والجوال. شكرا لكم للمتابعة، والى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.